في نينوى أطلقت الحكومة المحلية مؤتمر رؤية الموصل 2030 بمشاركة نخب من أكاديميين ومسؤولين وشخصيات ثقافية واجتماعية، والذي ينظمه المركز العالمي للخدمات الاجتماعية بالتنسيق مع مجلس التخطيط والتنمية. المؤتمر الختامي لمشروع المشاركة الجماهيرية انطلق تحت شعار رؤيتنا الإنسان أولاً، وينفذ ذلك المشروع بالشراكة مع منظمة أوكسفام في العراق وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي محافظ نينوى وعبد القادر الدخيل أكد أنه يجب أن تكون هناك متطلبات لتجسيد تلك الرؤية، في مقدمتها توحيد القرار السياسي والإداري في المحافظة، مبينا أنه قدم إلى مجلس المحافظة برنامجا متكاملا قابلا للتطبيق وفي كل القطاعات. بدأت نينوى بفضل رجالها تنشئ أفكار ورؤى من شأنها خلق تنمية حقيقية في محافظة نينوى. اليوم نحن نريد أن نجعل من نينوى من المحافظات المتقدمة في وضع برنامج ينسجم وتطلعات أبناء المحافظة، وكذلك يلبي التاريخ والإرث الكبير لهذه المحافظة. اليوم الحمد لله نحن كحكومة محلية وبالتعاون مع السادة أعضاء البرلمان العراقي عن نينوى ودعم الحكومة الاتحادية وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء، استطعنا من وضع خارطة الطريق من أجل النهوض بواقع المحافظة. في مقدمة هذه النقلة النوعية للمحافظة هو إعادة النسيج الاجتماعي، لأن نينوى مدينة التنوع القومي والمذهبي والديني، وأيضا صناعة الإنسان من جديد.